الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما زال حديثنا عن قضية الرزق ومع الدرس 11 من دروس الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذا علم المؤمن هذا لابد أن يستقر في يقينه أن الله تبارك وتعالى الذي أمده بالرزق وهو في رحم أمه ولم ينسه لحظة من اللحظات، إذا علم المؤمن هذا فعليه أن يعتقد اعتقادا جازما راسخا بأن قضية الرزق يد الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل ابن آدم: يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيوني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، إن لم ترضى بما قسمت لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما كتبته لك ولا أبالي. لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. الرزق يجري على الجميع، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. ومن هنا فإن الخليل إبراهيم قال لربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني يا رب أقصر الرزق على المؤمنين، أما غيرهم فليذهبوا إلى حيث ألقت. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اجعل الرزق مقصورا على هؤلاء. فماذا قال له الخالق العظيم؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم يريد أن يجعل الرزق مقصورا على من آمن، وخالق العالمين جعل الرزق عاما على كل الخلق مؤمنهم وكافرهم. ولقد نزل رجل ضيفا على الخليل إبراهيم، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مضيافا، مرت به 3 أيام ولم يأته ضيف. عزتي أنا لا أطيق أكثر من هذا، لا أطيق مدة أطول من هذه المدة، وإذا برجل يطرق باب الخليل. ف
فيقدم الخليل له الطعام ولكنه يسأله ما دينك؟ قال أعبد الكواكب. فقال إبراهيم له لا طعام لك عندي. وإذا بالرجل ينصرف وإذا بالوحي الكريم ينزل على إبراهيم: يا إبراهيم ربك يقرئك السلام ويقول لك: أتردته وقد نزل ضيفا عليك وقد ظل 70 عاما يعبد غيري وأنا أرزقه ولا أنساه. وإذا بخليل الرحمن يسرع في طلب الرجل حتى عثر عليه وجاء به إلى بيته وأكرمه، والرجل يعجب وعلامات الاستفهام تتحرك أمام ناظريه: أتطردني ثم تبحث عني؟ فقال له الخليل: لقد عاتبني الله بشأنك. قال له الرجل: الله عاتبك بشأني؟ قال الخليل: نعم. قال: يعاتبك بشأني وأنا أعبد غيره؟ والله لا أسجد لأحد غير الله بعد اليوم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا خليل الرحمن رسول الله. ابن آدم وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. تصوروا، لم يقل له: لأسلطن عليك مرضا، أو لأجردن لك جيشا، أو لآمرن الأساطيل أن تمخر عباب الماء فتدمرك. لا، لأسلطن عليك الدنيا. والدنيا إذا سلطت على إنسان فإنه قد ضاع. ضاع لأن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. ابن آدم، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا رب إن العيش عيش الآخرة. لأسلطن عليك الدنيا. يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة
إن لم ترضى بما قسمت لك فلا أسلطن عليك الدنيا، تصبح عبدا للدرهم والدينار، تركض فيها ركض الوحش في البرية، يمينا وشمالا وشرقا وغربا، حتى إذا ما أردت أن تنام لا تنام، لأن الدنيا متمثلة أمام عينيك. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عن تاء. فالله ما نهايتها؟ فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها ساعة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. مهما ذقت من نعيم الدنيا، ومهما تقلبت في طرفها وسندسها واستبرقها، ومهما سكنت من القصور العالية، ومهما استمتعت في الأماليد، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه لينام كان يقول كلمات كلهن رضا وكلهن تفويض لله، كان يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإذا ما استيقظ فإن أول كلمة من كلامه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ذلك لأن النوم موت أصغر، ولأن الموت نوم أكبر. قال سيد المرسلين: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، إن لم ترض بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. والدنيا إذا سلطت على إنسان أهلكته ودمرته. ولذلك كان الإمام علي رضي الله عنه إذا أسبل الليل ستره وأرخى سدوله كان يتمثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم أي الذي لدغته حية، ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا في ديني، يا دنيا ماذا غري غيري، غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. عمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية،
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، قد كتب على بابها قول رسول الله: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيها السادة الأعزاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.